أبنائي طلبة المعهد الفني لشكاك حديد مصر، معاكم المهندس وديع عبد الباري في مادة دوائر التيار المتردد. عنوان الدرس النهاردة تحليل الدائرة الكهربائية الموصلة توصيل توالي وتوازي معها. خدنا قبل كده ازاي الدائرة بحللها لو كانت متوصلة توالي، وخدنا الدائرة لو كانت متوصلة توازي نتصرف فيها ونحللها ازاي بقيم التيار والجهد والمقاومات والمعوقة الكلية. خدنا في المحاضرة اللي فاتت بداية تحليل الدوائر الكهربية توصيل توالي وتوازي، خدنا مثال رقم 1. النهاردة بنكمل بناخد مثال رقم 2. المثال في الدائرة الموضحة بالشكل، احسب الجهد بين طرفي المكثف في سي وباستخدام قانون توزيع الجهد. تاني حاجة طالب التيار الكلي الاي توتال اللي هو بيمر في الدائرة. زي ما انتم شايفين دائرة بتحتفظ على بتحتوي على مصدر التيار قيمته 50 فولت تيار متردد، بتحتوي على مقاومة بحتة ار 2 قيمتها 8 اوم، وملف قيمته 5 اوم، وار 3 قيمتها 6 اوم. الدايرة دي وفيها مكثف قيمته 5 اوم. الدايرة دي عشان نحلها بنجيب الدايرة المكافئة ليها، بنجمع التوالي مع بعض اذا كان من نفس النوع اذا كان مقاومات، والتوازي بنجمعه مع بعض، ولو مكثف بنحطه لوحده زي ما احنا شايفين هنا اهو. زد واحد اللي هي المقاومة الاولانية اللي هي ار واحد اللي هي 8 اوم، دي هتسميها زد واحد، وار اتنين وار اتنين وار تلاتة واكس ال، دول توازي بنجيبهم بقانون التوازي، بنجيب المقاومة المكافئة او المعوقة المكافئة بنسميها زد اتنين، والمعوقة للمكثف اللي هي زد تلاتة. عايزين نحسب دلوقتي قيمة المعوقة الكلية للدايرة. المعوقة الكلية للدايرة تتكون من زد واحد وزد اتنين وزد تلاتة. نشوف زد واحد قيمتها ايه؟ زد واحد بتساوي ار واحد اللي هي ار واحد اللي هي بتساوي 8 اوم. زد اتنين بتساوي دي الدايرة دي على التوازي. احنا قلنا في قانون التوازي بضرب الفرع الاول في الثاني على مجموعهم، يبقى بالصورة دي ار اتنين في مضروبة في ار تلاتة زائد جي اكس ال على مجموعهم اللي هو ار اتنين زائد ار تلاتة زائد جي اكس ال بتساوي 8 6 زائد جي 5 على زائد جي 5 على 8 زائد 6 زائد جي 5 بتساوي 62 درجة، 62 ودرجة 39، 62 و 84 من 100، 4 8 48 من 100، الدرجة 39 و 8 من 10 على 14 و 8 7 والدرجة 19 ب 7 من 10. النتيجة بتساوي 42 بتساوي 4 و 2 من 10 الزاوية 20 و 1 20 1 من 10 درجة بتساوي 3 9 4 زائد جي 1 44 من 100 اوم. طبعا القيمة بالاوم لانها معوقة. زد 3 اللي هي بتاعة المكثف،
اللي هي المعوضة قيمتها ناقص جي اكس سي، طبعا انتوا عارفين معوضة المكسب بتبقى بالسالب، بتساوي ناقص جي 5 او. زد واحد وزد اثنين وزد ثلاثة في الطين. هو الطلب الأول في المسألة طالب الجهد بين طرفي المكثف اللي هو في سي، عايزه طريقة توزيع الجهد. أنا ممكن أجيب بالطريقة العادية قيمة التيار أضربه في المعوقة هيجيني فرق الجهد هنا، لكن هو عايزه بقانون توزيع الجهد. إحنا عارفين قانون توزيع الجهد بيبقى بيجيبه عن طريق الجهد الكلي للدايرة في المعوقة اللي أنا عايزها، عايز الجهد بتاعتها على مجموع المعوقة. يجيبه إزاي؟ التالي. في سي على المكثف بتساوي زد 3 في في على زد 1 مجموع المقاومات او المعوقات زد 2 زائد زد 3 بتساوي 5 درجه بتاعتها ناقص 90 درجه مضروبة في 50 اللي هي قيمة فرق الجهد، الزاوية بتاعته زيرو، على مجموع الثلاثة اللي هو 8 زائد 3.94 زائد جي 1.44 زائد ناقص جي 5. النتيجة النهائية بتبقى 20.6 بالزاوية 3.4 فولت. طبعا لازم نحط قيمة المعدل فرق الجهد بالجهد، نحط قيمه في الوات، بتكون مع معوقه بالاوم احط القيمه في الاوم. يبقى انا دلوقتي جبت المطلوب الاولاني. المطلوب الثاني اللي هو مطلوب اي توتال، شده التيار الكلي اللي بيمر في الدايره، هنجيبه منين؟ عادي خالص من قانون اوم اللي هي اي توتال بتساوي فرق الجهد على المعوقه اللي هي في سي للدايرة، في سي في سي على المقاومة اللي هي ناقص جي اكس سي بتساوي 20.6 وزاوية ناقص 73.4 درجة على 5 على 5 زاوية ناقص 90 درجة. القيمة النهائية عندي بتساوي 4.1 16 درجة و6 من 10. طبعا القيمة شدة التيار بتكون بالأمبير، نقول أمبير. شكرا شكرا. في المحاضرة دي كده خلصنا تحليل الدائرة الكهربية في حالة توصيل وتوازي معا، مقدم سليم. إن شاء الله المحاضرة الجاية هنتكلم عن دوائر مقومات التيار المتردد البسيطة، إزاي بعمل دائرة تقويم نص موجة أو موجة كاملة، إن شاء الله في المحاضرة الجاية. شكرا.